أريد أيضا أن ألفت إلى مفهوم مفتاحي آخر يغفل عنه الطيبون من الناس، ومعظم العامة، معظم الناس طيبون، معظم العامة، معظم الناس طيبون. أكبر قدر من الخبث أيها الإخوة والمكر والتضليل يكون في الذين يدعون بين قوسين الثقافة والعلم والدراية، وهذا تقريبا متواطئ عليه في كل الحضارات والثقافات. حتى الناس العامة أيها الإخوة تحذر من ذي الثقافة وذي المعرفة وذي العلم ما لا تحذر من الإنسان الساذج البسيط الذي يكون أقرب إلى الفطرة. القرآن الكريم متعاطف مع هذه الرؤية. الذي أفسد دين بني إسرائيل من قبلنا أيها الإخوة وحملهم على البغي وأن يظلم بعضهم بعضا وأن يستبيح بعضهم بعضا، ما هو؟ العلم. من بعد ما جاءهم العلم، العلم، العلم حين لا يؤخذ بحقه ولا يفهم من وجهه ولا يسلك أيها الإخوة وفق مقتضياته الحقة يستحيل إلى لعنة. ديباجات للتحكم في الناس، لاستغلال الناس، لاستعباد الناس واستلحاقهم. القرآن يقول هذا. لذلك إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يصدون عن سبيل الله، يصدون عن سبيل الله هؤلاء والعياذ بالله. ليسوا وحدهم، كثير من المشائخ أيضا كما قال جابر بن عبد الله وغير جابر رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين، إن كانت كل حلوة لكم وكل مر عليهم ما شاء الله نعم القوم أنتم، يعني لا لسنا استثناء، لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. النبي فتح عيوننا على أننا لسنا استثناء. إياكم أن تعاملوا أنفسكم على أنكم استثناء، لسنا استثناء، دخلنا كل هذه المداخل ولا زلنا ندخل هذه المداخل. الفساد إذن أحد نواجم وعقابيل وتبعات العلو في الأرض، والفساد يتظاهر ويتمثل في وجوه كثيرة أبشعها والعياذ بالله. تفريق الصف الواحد، تفريق الأمة الواحدة، وإغراء بعضها ببعض، يعني الدخول في حرب أهلية. ولذلك لما ذهب الكليم عليه وعلى سائر أنبياء الله ورسله الصلوات والتسليمات لمناجاة ربه وتلقي كلماته والألواح، استخلف في قومه أخاه هارون وقال له أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، إياك والفساد. واطلع وقام الأخ النبي عليهما الصلاة والتسليمات ووفى لوصية أو وصات أخيه، وفى. ولذلك حين عتب عليه آخذا بلحيته وبرأسه، لماذا وقفت مكفوف اليدين وقد عبدوا العجل الذهبي؟ قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال أنا فهمت، نبي أزكى وأفطن وأذكى البشر هم الأنبياء، أنبياء. قال فهمت من وصاتك لا تتبع سبيل المفسدين أن من الفساد أن أشق وحدة الجماعة، وحدة الأمة، حتى لو كان ذلك أيها الإخوة حتى لو على حساب التوحيد، حتى لو كان ذلك على حساب التوحيد. كل شيء له حل في الوقت المناسب، لكن إذا شققنا عصا الأمة وغرينا بعضها ببعض باسم الدين وباسم التوحيد لن تبقى لا أمة ولا توحيد. وسنطرق طريقا لتكفير الناس، سنطرق طريقا لتكفير الناس ما دام الدين أيها الإخوة طريقا لإراقة دمائنا وهتك أعراضنا وذبح ولائذنا وأطفالنا ونسائنا وعجزتنا. لا نريد هذا الدين ولن نرحب به. الله يعلم هذا، الله لا إله إلا هو يعلم هذا تماما. لكن هؤلاء السدنة والكهنة في كل الأديان والشرائع لا يحبون أن يعلموا هذا، هم يعلمونه لكن يشاؤون أن يتظاهروا كأنهم لا يعلمونه ويعلمون الناس الضاده تماما، الضاده تماما. وطبعا الديباجات والتبريرات لا تعوزهم، الولاء والبراء وحق الله والتوحيد والدين، وما
لكن أشياء موضوعة في غير مواضعها وموظفة في غير مقاصدها، وأن للعامة وأن للأتباع العمي أن يدركوا هذا، أن للأتباع العمي أن يدركوا هذا. مداخل موضوع هذا كثيرة جدا، وهذا ما يحير ويربك، لكن أريد أن أدخل من مدخل بعينه وعدت به ربما وألمعت إليه إلماعا في مناسبات قريبة في الخطب والمحاضرات، وهو موقف القرآن العظيم من النفاق والمنافقين، وهي الظاهرة التي أكد القرآن بغير تردد أنها أخطر من ظاهرة الكفر، والناس يعلمون هذا ويسمون أمثال هؤلاء بالطابور الخامس، لأن هؤلاء والعياذ بالله خطر على الدين والمعتقد وخطر على الأمة ووحدتها وكيانيتها، ينطون على خيانة عجيبة وغريبة لأنهم منافقون. الرجل الصادق لا يكون منافقا، لا يكون ذو وجهين، لا يكون مزدوجا أيا كان حتى وإن كان كافرا. الرجل الصادق لا يكون مزدوجا، والرجل المزدوج لا يكون رجلا، لا يكون رجلا، ولذلك تجدر به الخيانة، تليق عليه الخيانة، يخون الله ويخون رسوله ويخون جماعة المؤمنين ويخون الأوطان، ولذلك ما إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. القرآن هذا، الله يقول هذا، ليس الرسول ليس العلماء، الله يقول هذا، قال المنافقون في الدرك الأسفل. عجيب، عذابهم أشد وأغلظ من عذاب الكافرين الجهيرين. هذا كافر جهير، علمنا غثنا منه من سميننا، لكن هذا دسيس بطين خفي يخادعك عن نفسك ووطنك ودينك. الخطبة ليست في النفاق ولا في تفاصيل الموقف القرآني الكريم من النفاق والمنافقين، لكن إيقاظات سريعة وتمثيلات عجلة. المنافقون حين يتعلق الأمر برب العالمين لا إله إلا هو سخروا من الله تبارك وتعالى، وسخروا من قيله من كلامه، وأنزل الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله تستهزئوا، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قلتم كفار، كنتم منافقين، والآن بهذا الهزء وبهذه السخرية كشفتم عن ماذا؟ عن حقيقتكم، أبنتم جليتكم، صرحتم بكفركم، صرحتم بكفركم. لكن ما الحل؟ أبدا، باب التوبة مفتوح، إن نعفو عن طائفة نعذب طائفة، ممكن أن نعفو بشرط ماذا؟ التوبة. طب ألا يقتلون؟ ألا يستأصلون؟ ألا يستتابون؟ مش موجود، ما في في القرآن الكريم هذا. رسول الله عليه الصلاة والسلام أوسعوه، أوسعوا الرسول الكريم صلوات ربي وتسليماته عليه وآله سخرية وسبا وهزءا وتهمة وإفكا، لم يدعوا جانبا من جوانبه الكريمة، وكله كريم، إلا قرفوه بأفائكهم وبواطيلهم وأكاذيبهم، حتى أنهم والعياذ بالله اتهموه في عقله، جعلوه أستغفر الله نعوذ بالله من زلة اللسان وزلقات الجنان، جعلوه كالمغفل. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قالوا هذا قمع، قمع يلقم أذنه كل من أراد يستمع لهذا وهذا وهذا وهذا، وكلهم يفضي إليه ويوحي إليه بما يشاء. النبي كان هكذا، النبي كان أشد الناس حياء، وكان أعظم وأوفر الناس تواضعا وشفقة ورأفة ورحمة بأمته، ولذلك لم يكن يستكبر أو يتعالى نعم أن يستمع لكل من هب ودب، رحمة بهم وشفقة عليهم، وإلا مثله لا يخدع ومثله لا يمكن أن يضحك عليه. النبي لو لم يكن نبيا لكان أذكى البشر، وهو أذكى البشر، كيف وقد اجتمع إلى ذكائه الذي لا يضارع ولا يضارب النبوة والرسالة الخاتمة؟ لكن منافقون، ماذا تقول مع هؤلاء؟ أمثال هؤلاء الأنجاس الأدناس، هو أذن. نفس الشيء يكونون في مجلسه وبالحري أنهم يبدون عن احترام وتجلى ربما زائدين، شأن المنافقين دائما المليقين المداهنين والعياذ بالله،
ومنهم من يستمع إليك. استمع، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، يعني بالعامية ماذا، إيش بدوي هذا، إيش بقول، إيش بخرطف، لعنة الله عليهم، شو كلامه، مش مفهوم، كله كلام فارغ، كلام داخل بعض في بعض، فذلكات وفلسفات وكذا، ماذا ماذا يقول، فهمتم شيئا؟ لعنة الله عليهم. هكذا والقرآن كشف خباياهم وفضحهم وهتك أستارهم. والله كان قادرا على أن يمعن في فضحهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، لحن قولهم حتى يدل عليهم أصحاب الملق والذهان والوجهنة والكذب والمبالغات غير الصادقة. طعنوا في عرضه الشريف، تعلمون، في المريسيع، والمريسيع بعد بني المصطلق، الماء، ماء المريسيع، لذلك يعبر بالواحد على الأخرى، لكن فرق دقيق، المهم نفس الشيء، نفس الأيام، نفس الواقعة، يعني بني المصطلق ثم ماء المريسيع، وما حصل عليه من تأليب أيضا بين المهاجرين والأنصار، وبين قول كبيرهم الذي تولى كبر الإفك على الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، لعنة الله عليه، أذله الله في الدنيا والآخرة. ومعلوم من هو الموصوف هنا بالأذل، أعز البشر وأعز الخليقة صلوات ربي وتسليماته عليه، وأيضا فضحه الله وأنزل إيه؟ هذا القول فيه. هل استتابه النبي؟ هل استتيب؟ هل قتل؟ هل عرض على السيف؟ أبدا أبدا، هذا القرآن. ولذلك أنا حين أسترجع هذه الأشياء، وهي كثير لسه ما زلنا في البداية، يعتصرني ألم عظيم والله العظيم، وأقول لنفسي لو سألني ربي يوم القيامة، وأظن أنه سائلنا، يا فلان قرأت القرآن وقرأت ما تيسر إيه؟ مما نسب إلى نبيي ما صح منه وما لم يصح، وقرأت مدونات الفقهاء وتخريجاتهم واستدلالاتهم، هل رأيت ذلك تطابق تماما مع ما في كتابي؟ أم اتسعت إيه الزاوية، زاوية الخلف، مرة إيه على نحو فاحش، ومرة على نحو إيه أفحش، ومرة على نحو ضئيل، سأقول اللهم أشهد أن الزاوية كانت موجودة في مواطن كثيرة ولم يتطابق مع كلامك ولا مع هديك. وسيسألون هل علمتم أن هدي محفوظ في جملته وتفاصيله؟ سنقول اللهم بلى، اللهم نعم، نعلم أن القرآن محفوظ جملة وتفاريق وتفاصيل. هل ضمنت لكم أن سنة النبي محفوظة جملة وتفاصيل؟ اللهم لا. ومن قال هذا فقد غلب على عقله ولا كلام لنا معه، لأنه مضطر أن يعترف أن فيما يعرف بالحديث والسنة والسيرة الصحيح والحسن والضعيف والموضوع المكذوب، إذا لم تحفظ في تفاريقها، لم تحفظ في تفاصيلها، حفظت في الجملة، في سنة، أكيد في سنة، من الذي ينكر السنة إلا مجنون أيضا، من الذي ينكر السنة إلا مجنون، لكي تغامر بإنكار السنة أنت لابد أن تغامر بإنكار حتى وجود النبي. يعني النبي إذا حق، وهو حق بلا شك أنه وجد وعاش وراح وأتى وتكلم وأخذ وأعطى، فلا بد أن تكون له سيرة وسنة. يا أخي أين هذه السيرة والسنة؟ يعني تاهت علينا، تاهت كلها. ما هذه المشكلة، هذا الجنون في التطرف يا إخواني. منهم من يتشبث بكل ما يدعى سنة، وخاصة موجود في الصحاح ومسيق مساقها، ويزعم أنه لا بد أن يتلقى، مش صحيح، ليس قرآن لكي يتلقى كله بتفاصيله، ليس قرآنا، لكان إذن قرآنا، ولصح لكم أن تقولوا مضمون لنا إيه الصحة والثبوت له في الجملة والتفاريق، والله لا يستطيع عاقل أن يقول هذا. أدعوكم بالكلام إيه الذي لا قيمة له، من حلف أي بالطلاق على زوجته أن كل ما في الصحيحين صحيح فلا تطلق، غير صحيح، لو سألني أقول له تطلق، جدد عقد زواجك، راجعها، تطلق، ليس كل ما في الصحيحين صحيحا، نشهد بهذا أمام الله تبارك وتعالى. اتقوا الله، اتقوا الله في أمة محمد وفي كتاب الله وفي سنة محمد وفي محمد نفسه عليه الصلاة والسلام. على كل حال تتسع الزاوية كما قلت،
ويفحش الاتساع أحيانا ويتخلص في أحيان أخرى بحمد الله، لكن موجود هذا. ونعود إلى قضية المنافقين. هتقول لي عجيب، يعني هؤلاء منافقون والقرآن شهد عليهم بالكفر، كفروا ولم يستتابوا ولم يعرضوا على السيف، طب من أين أتينا بحد الردة وقتل الزنادقة؟ الله أعلم. سل الأحاديث وسل الأخبار، سل الأحاديث وسل الأخبار. وطعنوا في أمانة النبي عليه الصلاة وأفضل السلام، وأنزل الله وما كان لنبي أن يغل، وطعنوا في عدله وقسطه، ومنهم من يلمزك في الصدقات. يقول أبو سعيد الخدري رضوان الله عليه: نزلت هذه الآية في رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان يقسم شيئا من صدقة، حسب الآية إذن لابد أن يكون إيه المقسوم صدقة وليس إيه من الغنائم، ومنهم يلمزك في الصدقات فإن يعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، والعياذ بالله، تبع لأهوائهم وأميالهم ورغائبهم النفسية الخسيسة الصغيرة. طعنوا في عدالته وقسطه في القسم. كان يقسم، فجاءه ذو الخويصرة التميمي وقال: يا رسول الله اعدل. أعوذ بالله، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك ومن أمثالك. وله أمثال في هذا العصر وفي كل عصر، له أمثال، والله العظيم له أمثال، والله له أمثال أسوأ منه وزعماء إسلاميون كبار. نسأل الله أن يفتح أعيننا، أعين بصائرنا وأبصارنا، لئلا يتفلت هذا الدين. كفاية كفاية ما مني به هذا الدين من تلاعب وتوظيفات أيها الإخوة لا معنى لها إلا تخريب الدين وتخريب الأمة. له أمثال هذا، اعدل. وفي رواية: ما هذه قسمة أريد بها وجه الله. الله أكبر، الله أكبر عليك وعلى أمثالك. تبا لك، أف لك، أف لك، تبا لك وتباب إلى يوم الدين. قال له النبي: ويحك، من يعدل إلا ما أعدل، من يعدل إلا ما أعدل. يقال لي: أنا أعدل؟ لا إله إلا الله. لكن هكذا، هكذا هم المنافقون أصحاب الظاهر. هذا غره على فكرة، غره ما كان يبديه من شدة العبادة والاجتهاد في العبادة. طبعا دائما ينطف منه ماء الوضوء ويتعبد، دائما يقوم يصلي، اغتر. هتقولي معقول، معقول أن مسلما يبلغ به الغرور والجهل؟ الغرور هو الجهل ده كما أقول دائما، أنه ربما يظن نفسه فاق النبي عدلا وقسطا وربما علما ورحمة. طبعا طبعا، وقلنا وقلنا في قيادات إسلامية كبيرة في هذا العصر باحت بكلام وكتبته يفهم منه أنهم فضلوا أنفسهم على أنبياء الله العظام من بعض الزوايا والجهات. ما رأيكم؟ قبل أيام أقرأ لأحدهم وسأفيض قليلا في الحديث عن هذا الرجل المرعب، زعيم إسلامي كبير معروف على نطاق عالمي، يكتب 1988. لكن قبل ذلك كتب في وصيته، وهي مطبوعة بفضل الله، مطبوعة في بلده الإسلامي ومطبوعة في البلاد التي تطبع له ولطائفته، مطبوعة بفضل الله. قال: إني لا أجد من الجرأة أن أصرح. أنت لست جريئا، أنت شيء فوق الجرأة، لا أريد أن أقول أكثر من ذلك، شيء يفوق الخيال. لكن بفضل الله ما نحن فيه اليوم وما سنوالي فيه الحديث في الدرس بعون الله، بعون الله، جدير بأن يكشف النقاب ولو من بعض الزوايا عن أمثال هؤلاء. لا بد أن نحذر من هؤلاء، والله الذي لا إله إلا هو، من لا يزال مخدوعا بهؤلاء ولا يريد أن يفهم حقيقة هؤلاء لهو المخدوع حقا. قال: إني لا أجد من الجرأة، أيوة، أن أصرح أن شعب الفلي، وذكر اسم شعبه، أيوة شعبك العظيم هذا ما شاء الله، أيوة هو شعبه، هو ويظن أنه هو الذي صنع هذا الشعب وصنع ثورته وصنع نظامه، أن شعبنا الفلاني في هذا الزمن أفضل، يعني أفضل وأعظم وأكرم من شعب الرسول في الحجاز في وقته. الله الله الله، كأنه يقول، والله العظيم في وصيتي، اقرأوها لا تصدقوني، اقرأوا عودوا، حين قلت لكم أنا شعرت أن هؤلاء الناس ليسوا طبيعيين،
هؤلاء القادة الذين أسسوا للأصولية في هذا العصر ليسوا طبيعيين، ليسوا عاديين، هناك شيء خبيث جدا جدا في نفوسهم وعقولهم، أقسم بالله العظيم، والله العظيم لو جاءني الآن الموت، ودائما أقول لنفسي هذا بفضل الله عز وجل، ويسألونني من الذي دفعك لتقول؟ الله دفع لي ولم يدفع لي أحد، وأقسم بعزة الله لو جاءني الموت الآن ما عدت عن كلامي هذا، وسألقى به الله، بل أنا سألقى الله به وأنا مرتاح الضمير، أقول يا ربي أفضت بما عندي، قلت أنا أبرأت ذمتي وحذرت أمتي ونصحت لها، الأمة التي لا يزال كثيرون منها مخدوعين بهذا الفكر وبهذا العبث واللعب بالدين. قال إني لأجد من الجرأة أن أصرح بأن شعبنا المسلم العظيم في هذا العصر أعظم من شعب الحجاز أيام رسول الله، واضح جدا، يقول أمتي أعظم من أمة محمد، أنا وشعبي وأصحابي أعظم من شعب وأصحاب محمد. لا لا لا، بقي أن أسألك أنت ماذا ترى في نفسك؟ هل أنت كمحمد أو أعظم؟ والله العظيم سؤال في هذا الموضوع شيء لا يصدق يا إخواني. نحن سذج وبسطاء وغلابة، ونحن مغفلون، لكن كفى تغفيلا، لن نبقى مغفلين بعد اليوم. سألوه مرة، يا إمام حدد لنا صلاحياتك، لأنه في سنة 1988 كتب رسالة منشورة أيضا إلى نائبه، يقول له من حق الحكومة الإسلامية، من حق الحكومة الإسلامية أن تخرج مما تواثقت وتعاهدت مع الشعب عليه في أي أمر. عجيب، يعني الشعب هذا 50-60-100 مليون بايعنا وبايعنا من طرفنا على كذا وكذا. قال حين نرى أن الذي بايعنا عليه سواء كان أمرا عباديا أم غير عبادي، كان يقول دينيا أم غير ديني، يعني في الدين، في السياسة، في الاجتماع، في الثقافة، في أي شيء، من حقنا ألا نفي للشعب، من حقنا أن نكع ونتراجع وننقض عهدنا وذمتنا مع شعبنا الذي بايعنا إذا رأينا أن المصلحة في غيره في غير ذلك. أنت ترى من الذي يرى بالضبط؟ طب هذا الشعب ماذا يفعل؟ هذا الشعب فيه مفكرون وعلماء ونواب ومشرعون بالملايين. قال لك لا، كلام فارغ، ومن حقنا، قال، حتى القضايا الدينية نتخذ فيها الإجراءات التي نراها مناسبة، الحج مثلا، يقول هذا كلامه مكتوب بنصي وفصي بفضل الله عز وجل. ولذلك الحمد لله جماعة من أتباعه، بعض من كبار أتباعه، ارتدوا عليه وكفروا به، كفروا به وبدعوته وبإصلاحه، كفروا بهذا الجنون، بهذه البارانويا، الميجالومينيا، هذا الجنون والتأله. هل تظنون، على فكرة، وهذا أيضا من بساطتنا، نحن دائما يعني كيف فعلا، يعني حقيقة فرعون قال أنا ربكم الأعلى؟ نعم قال. وعلى فكرة مش فرعون بس، في فراعين في المسلمين وفراعين في رجال الدين، ويصل به الجنون والعته والمغلوبية على عقله أن يظن نفسه إلها من نوع خاص، أو حتى الروح الإلهية حلت فيه وخلاص انتهينا. وهذا الجنون الصوفي عند بعض المتصوفة، بعض المجانين من المتصوفة الوحدويين، أصحاب نظرية وحدة الوجود والحلول والاتحاد، وهذه الزندقة السافرة الجهيرة المخيفة الملعونة. ولذلك إيش قال؟ الحج شعيرة عظيمة بلا شك، وبعدين أيوة مالها الحج؟ قال فيجوز لنا أن نمنعه، ممنوع تروحه. وطبعا ليش تمنع الحج؟ ليه؟ طبعا عشان تصفية حسابات سياسية مع الدولة التي فيها الحج، يعني المملكة السعودية، نمنع الحج. قال المساجد يمكن أن نعطلها إذا رأينا المصلحة في ذلك. شوف، يعني يأتي بأمثلة بالذات من الدين، وهذا مصلح ديني كبير، يريد الإسلام هذا، يريد دين محمد. قال ويجوز لنا حتى أن ندمرها وأن نخربها ونمنع بناءها مرة أخرى إذا تبين لنا أنها مساجد ضرار. وما أسهل أن تلصق ملصق وليبل ضرار على أي مسجد لا يعجبك، على أي خطيب وعلى أي فكر يبث هذا المسجد لا يرضيك، وتقول مسجد ماذا؟ مسجد ضرار. وما أسهل أن تهدمه على رؤوس من يصلي فيه ويعمل الله بذكره، وربما بالذكر الذي يرضاه الله لا بذكرك أنت. إشي مخيف ومرعب. أختم هذه الخطبة، أدركنا الوقت أيها الإخوة. سألوه يا إمام حدد لنا صلاحياتك. ما صلاحياتك؟ يعني قريبة من صلاحيات النبوة هيك؟ تعرفون ماذا أجاب؟ ومن غير تردد، صلاحياتي هي صلاحيات الله، أقسم بالله صلاحيات الله، قال لهم. ولذلك اقشعرت أبدان جماعة من الصادقين من حوله،
وليس المتأكلين المنتفعين الذين يوافقوا على ذلك. عادي، صلاحية إلهية، ما المانع يعني؟ طب ما النصارى قالوا يا الله حل في عيسى، يعني الله بكون حل في، يعني ايش المشكلة؟ يعني في لها تخريجة فلسفية زنديقة صوفية ملعونة. قال لك صلاحية الله، صلاحية يعني يحيي ويميت. لذلك هذا الرجل المخيف المرعب، سأفيض عنه في المحاضرة أيها الإخوة، كان يتورع عن قتل ذبابة. أنتم الآن ستقشعر أبدانكم، ستصعقون بصاعقة برق، فيفتح الباب يقول لماذا نؤذيها؟ ذبابة. ما شاء الله على اللطف والرقة والرحمة والحنان، ما شاء الله على الفصام الشيزوفرينيك، شخص مفصوم الشخصية، شخص غير طبيعي، ما شاء الله على الجنون. هذا هو الجنون على الفكرة بلغة الطب النفسي. وفي الوقت نفسه بفتوى واحدة 35,000 معارضين تم قتلهم بغير محاكمات، 35,000. وهو قال ما في تردد، قال لا تردد في وجوب قتل هؤلاء ومن غير محاكمات، لا معنى للمحاكمات، فتم ذبحهم كالسخال. 35,000 لسه مش الكل هذا، بفتوى واحدة، والفتوى ثابتة وكشف عنها النقاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.